حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في المدانين وسماسرة يغرون عاطلين ومعوزين لبيع أعضائهم. في الزمان تعديل قانون الانتخابات لعبة سياسية لتأجيل الموعد المرتقب. وفي القدس العربية رئيس الجزائر ينفي نية الاستقالة والجيش سنده ولا يتدخل في السياسة. في موقع عربي 21 مئات البرلمانيين الأوروبيين يطالبون بإجراءات لوقف الاستيطان. وفي العربي اللندنية واشنطن تواجه تصعيد الحوثيين بدعوة باهتة إلى التهدئة. في العربي الجديد إصابة 5 مدنيين إثر سقوط مقذوف عسكري في جازان السعودية. وفي الجارديان السلطات الأمريكية تحقق مع شركة برامج تجسس إسرائيلية حول استهداف واتساب. عن ذكرى تأسيس الميثاق الوطني العراقي جاءت افتتاحية صحيفة الميثاق، فعندما تكتمل التجارب الوطنية في التنظير والعمل وتؤتي أكلها على مستوى التفاهم والتعاون والانسجام بين مجموعات مكونات وطنية في إطار جبهوي، فإن لكل مرحلة يمر بها هذا الإطار فلا بد لها أن تكتسي بنوع من العمل وتتصف بطبيعة تفرقها عن غيرها في المراحل السابقة أو اللاحقة. فمرحلة التأسيس تختلف عن مرحلة الانشغال بالتأصيل وتثبيت الوجود، وهما تختلفان مع مرحلة المطاولة ومصاولة العدو، ومن ثم مرحلة قطف الثمار والتي تنتهي عادة بالنجاح إذا ما توافرت لها ظروف موضوعية إلى جانب الظروف الذاتية. نحن إذ نحتفي بالذكرى الثانية لتأسيس الميثاق الوطني، فينبغي لنا أن نعي هذه المعادلة كي لا تحبطنا رياح الإفشال العاتية أو كوامن الضعف غير البادية للعيان للوهلة الأولى، حيث تكاد تجربة الميثاق الوطني العراقي تكون فريدة في ظروفها وتوقيتها وخصوصية الحالة العراقية. ومن هنا ندرك تماماً قيمة إصرار القائمين عليها على شق طريقهم على الرغم من كل الصعاب التي تواجهها، ولعل هذا الإصرار هو من أولى نقاط الإحساس بالقدرة على تجاوز هذه المرحلة بمستوياتها. ولابد لنا في الميثاق الوطني أيضاً من الوعي التام بهذه الحقيقة والتعويل على الله أولاً، ومن ثم على هذا الوعي في سبيل تحقيق متطلبات هذه المرحلة وما يليها من مراحل في طريق التحرير الطويل والسيادة والحرية المأمولتين. وهذه آمال لن تأتي بنفسها ولن تعطى عطاءً، وإنما تستجلب ببذل الجهود المكافئة أو المقاربة لمستويات الطموح، ويتوسل إليها بالسعي لتحقيق أحلام العراقيين وآمالهم وتوفير المنصة الوطنية الصادقة والمتعاونة والمضحية والمعبرة عن وحدة العراق في أرضه وشعبه وتنوعه في مكوناته ومقدراته التي هي ضمان لاستمراره وبقائه وتجاوزه لمحنة الاحتلال وتوابعها. واختتمت صحيفة مقالها بتحية للميثاق الوطني العراقي ومكوناته الوطنية المجاهدة في ذكرى التأسيس الثانية، وذكرت بعبارة كل عام وعراقنا وأمتنا بخير. عن حصانة الإرهاب في دولة المحاصصة كتب شاه القرداغي في موقع مركزي راسان للدراسات: شهد العراق في الأيام الماضية عدة حوادث سياسية وأمنية وعسكرية أكدت مجدداً وبشكل واضح وجود ازدواجية كبيرة لدى أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية في التعامل مع المجرمين، ولا سيما عندما تتجنب مؤسسات الدولة توصيف الفعل الإجرامي بالإرهابي خوفاً من رد الفعل السياسية للكتل السياسية والأحزاب التي توفر الغطاء السياسي للمجموعات الإرهابية التي تمارس العنف والإرهاب في المجتمع العراقي بشكل مستمر.
تحاول الميليشيات والمجاميع المسلحة والأطراف التي تحمل السلاح خارج إطار الدولة استعراض قوتها وإمكانياتها عن طريق ممارسة الإرهاب والقصف بالصواريخ لإثبات وجودها وإرسال رسائل سياسية للأطراف الداخلية والخارجية لتؤكد من خلالها على قدرتها على استهداف خصومها في أي مكان، وخاصة في ظل العجز الحكومي عن ملاحقة ومواجهة هذه الميليشيات التي أصبحت تمتلك حصانة كاملة تحميها من الملاحقة القانونية، حيث تتباهى الميليشيات بامتلاكها حصانة شرعية ودينية عن طريق التذكير المستمر بفتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بخصوص تأسيس ميليشيات الحشد الشعبي، بالإضافة إلى الحصانة السياسية التي توفرها الأطراف السياسية التي تمثل الحشد الشعبي في البرلمان العراقي وداخل العملية السياسية، والتي تعرقل أي جهد حكومي لتحجيم قوة الميليشيات بحجة التخويف من وقوع الحرب الأهلية والصدام الشيعي وإضعاف المكون الشيعي في العراق. تحولت المناطق المحررة من داعش إلى مناطق مدمرة مليئة بالإرهاب والخوف والعمليات الانتقامية، حيث يخشى المواطنون العودة إلى مناطقهم في حال تم السماح لهم، لأنهم سيعيشون في نفس الظروف التي كانت موجودة في ظل تنظيم داعش. جو بايدن لا يختلف عن باراك أوباما في تسويغ مسلسل العدوان والتخريب الإيراني، لكنه يستل سيف حقوق الإنسان. وحملته المبرمجة على السعودية هذه الأيام تقع في إطار تكرار خطأ أوباما الجسيم. إذن عن أضرار استنساخ سياسة أوباما على العراقيين والعرب، كتب ماجد السامرائي في صحيفة العرب اللندنية. يتساءل كثير من العراقيين لماذا لم يقدم بايدن المدعي معرفته بالملف العراقي على إشهار سيف حقوق الإنسان بوجه الميليشيات النافذة في العراق وأحزابها الحاكمة التي قتلت خلال سنة ونصف فقط المئات من الناشطين من الشباب، وهم ليسوا من السنة، لكي تبرر الجرائم بدوافع طائفية، من بينهم صحفيون وكتاب لا يقلون شأناً عن الصحفي السعودي خاشقجي، مثل الباحث هشام الهاشمي والكاتب الصحفي أحمد عبد الصمد وغيرهما العشرات، إضافة إلى تهديدات بالقتل لآخرين تمكنوا من الهرب. تفصل بايدن مسافة طويلة لكي يكون قريباً من آمال العراقيين للخلاص من حكم الفاسدين وميليشياتهم في العراق، الذين يجدون في إدارته فرصة لمواصلة مسلسل الفساد والقتل مثلما بدأ قبل 18 عاماً. شعب العراق مقتنع بأنه لن يتوقع منه خيراً، وأن لا طريق له سوى الاعتماد على نفسه. أما دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، عليها الانتقال من المداراة الدبلوماسية تحت ذرائع الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن إلى خيارات جريئة في علاقات المصالح العليا تؤذي إدارة بايدن وتفضح تحالفها غير المشروع مع طهران. سيواجه بايدن مشكلة جدية في ملف الميليشيات في العراق إن انقاد إلى حالة الكره الشخصي لترامب وأغمض عينيه عن أن الرئيس السابق قد وضع أصبعه على الحل الصحيح لإذعان طهران وخطواته في إنهاء طغيان تلك الميليشيات وعبثها بأمن العراق. هل تظاهرات العراقيين ضد إيران أم ضد أمريكا؟ عن الأكاذيب الأمريكية بشأن احتلال العراق كتبت هيفاء زنجنا في صحيفة القدس العربي. تحمل أيام هذا الشهر حدثاً كارثياً تحاول الذاكرة عبثاً مسحه. إنه الشهر الذي ازدادت فيه حمى تهيئة وتقديم الأدلة المسوغة لغزو العراق واحتلاله من أمريكا وبريطانيا لمساعدة معارضين عراقيين. في خطابه المشهور أمام الأمم المتحدة الذي قدم فيه أدلة تثبت امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، قال وزير الخارجية الأمريكي كولين باول: كل تصريح أدلي به اليوم مدعوم بمصادر، مصادر قوية. هذه ليست تأكيدات
ما نقدمه لك هو حقائق واستنتاجات تستند إلى معلومات استخباراتية قوية. تبين بعد الغزو أن مصدر الحقائق التي استندت إليها أمريكا في غزوها العراق هو مهندس عراقي لاجئ في ألمانيا يدعى رافد أحمد علوان الجنابي، اعترف في 15 من فبراير 2011 لصحيفة الجارديان أنه لفق حكايات عن شاحنات أسلحة بيولوجية متحركة ومصانع سرية بعد استنطاقه من قبل المخابرات الألمانية والبريطانية، وأضاف: لقد منحوني هذه الفرصة، سنحت لي الفرصة لابتكار شيء لإسقاط النظام، كانوا يعلمون أنني كاذب منذ منتصف عام 2000. إن مراجعة سيرورة صناعة الأكاذيب التي أدت إلى تخريب البلد وقتل ما يزيد على 1,000,000 مواطن إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وانعكاسات الخراب على البنية الاجتماعية وفتح الأبواب أمام إرهاب الدول والمنظمات، يؤكد مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمتعاونين معهما من العراقيين أولاً. أضافت الكاتبة: نلاحظ هذه الأيام انحسار تحميل البلدين مسؤولية التخريب الذي حل بالبلد وإلقائها من ساسة ومتظاهرين بشكل كلي على إيران التي لا ينكر أحد دورها التخريبي المبتدئ بأحزاب وعصائب وميليشيات إرهابية، ولكن محاولة فهم الخراب الاقتصادي والسياسي والمجتمعي لن تكتمل ما لم نعد خطوات إلى الوراء لتعقب بداية المسار ومسؤولية أمريكا وبريطانيا في هذا الوضع المأساوي الحالي. عن رحلة البحث عن شرعية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا كتب السنوسي في موقع عربي 21: انقضت المدة المتفق عليها من ملتقى الحوار السياسي لاعتماد حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من دون تكوين الحكومة وتحديد أسماء الوزراء ووكلاء الوزارات الذين من المتوقع أن يتجاوز عددهم 60. المدة المقررة لاعتماد الحكومة من قبل البرلمان انقضت، فلا الحكومة تشكلت ولا البرلمان اجتمع، ومن الواضح أن الجميع سيتجاوز المدة المقررة للتصديق على الحكومة لإعطاء البرلمان فرصة أعله يتجاوز الخلاف بين أجنحته ويعقد جلسة بنصاب صحيح. دعوة عقيل صالح أعضاء البرلمان للاجتماع لأجل المصادقة على الحكومة قد لا تجد آذاناً صاغية من كتلة كبيرة من الأعضاء الذين يقدمون مطلب إعادة انتخاب رئاسة البرلمان على مناقشة ملف حكومة الوحدة الوطنية، وصالح يدرك ذلك، وهو ربما يريد برسالة الدعوة ذر الرماد في العيون بأنه قام بما ينبغي القيام به كرئيس للبرلمان، وأنه لا يتحمل مسؤولية التقاعس وعدم الوصول إلى النصاب القانوني. الخيار الثاني هو الاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي لاعتماد الحكومة بديلاً عن البرلمان كما نصت مقررات الحوار السياسي. لا زال الأمل قائماً في أن يلتئم البرلمان ويوافق على الحكومة، أيضاً لا زال البديل عن البرلمان ممكناً لإعطاء الشرعية للحكومة، ولكن الإخفاق على كلا المسارين محتمل، وهو ما يعني تعقد الوضع بشكل يتيح الفرصة لمن شاء أن يدفع إلى الفوضى في ظل التنازع القائم ويعطيه الذريعة لذلك. عن أمريكا المنقسمة ورسالة الديمقراطيين كتب جيمس زغبي في صحيفة الاتحاد الإماراتية، فلنستمع إلى جزء من هذا المقال. ثمة هناك اختلالات الحكم التي خلقتها حالة الاستقطاب المتزايد لحياتنا السياسية، فقد استمال كل من الديمقراطيين والجمهوريين أنصارهم وأصبح ينظر إلى كل موضوع من المواضيع من خلال عدسات هذا الصراع الحزبي الذي يتسم بالتعصب المفرط، وأصبحت الطبقة العاملة البيضاء تنظر إلى الديمقراطيين على أنهم لا تهمهم سوى الأقليات وقضايا النساء، مما ترك المجال مفتوحاً أمام الجمهوريين لاستغلال شعور الناخبين البيض بالتهميش والخذلان.
ورغم ميل الأجندة الجمهورية دائماً إلى تقديم مصالح الأغنياء من خلال خفض الضرائب، والشركات من خلال التحرير وتقليص التقنين، والمحافظين الدينيين من خلال التشريعات المعارضة للإجهاض وحقوق المثليين، إلا أنهم تمكنوا مع ذلك من تحقيق اختراق مهم داخل ناخبي الطبقة العاملة. ثم جاء ترامب الذي وإن لم يحد عن هذه الأجندة الجمهورية وقدم نفسه باعتباره المدافع عن الطبقة العاملة البيضاء، ومع أن كل شيء بشأن تاريخه يتناقض مع احتياجاتهم، فإنه تحدث عن تظلماتهم ووعد بأن يعيد إليهم وظائفهم ويدافع عنهم أمام النخب التي أدارت ظهرها لهم، وأن يجعلهم عظماء من جديد. أضاف الكاتب: يجدر بالديمقراطيين أن يوسعوا جهودهم للتواصل مع الطبقات الاجتماعية كلها، وأن يصوغوا رسالة وسياسات تخاطب الناخبين كلهم سودا وسمرا وبيضا، ويهتموا ببواعث قلقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ثار بركانان في جزيرتين منفصلتين في إندونيسيا ليوم الثلاثاء، مما تسبب في ارتفاع الرماد إلى السماء والمواد البركانية الساخنة على منحدراتهما. وقد أطلق جبل سينابونغ في جزيرة سومطرة عمودًا من الرماد بلغ ارتفاعه 5000 متر في الهواء، وقذف تدفقات الحمم البركانية، وهي مزيج ساخن وسريع الحركة من الغاز والصخور المنصهرة أسفل منحدراته، وفقا لمركز أبحاث الكوارث الجيولوجية في البلاد. هذا ويثور جبل سينابونغ بشكل متقطع منذ سنوات، وقد لقي 9 قرويين حتفهم بسبب مواد بركانية ساخنة في عام 2016. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.